Kısa dolanır. Tovarış Hattatı'nın okusunda da İsmail'e sonra durumda. Semih Kuyuz. Tamam. طيب احب اعرفكم بنفسي، انا احمد ابو طالب، لسه نزلت ظهر امبارح يعني في ثالث سنه، فانا دلوقتي امتياز القصر العالي، وانا الناشونال كوردينيتور في مطار. كم حد هنا يعرف مطار؟ تمام مش مشكله، هو اصلا حتى اللي قدمتني قال لي مطار غلط وانا يعني طيب مطار عملت الناس في مطار ده اللوجو بتاعنا على الفيسبوك وده بتاعنا. الدار دي جمعية عملها دكاترة مصريين اللي في أمريكا، هدفها إن هم يساعدوا الناس اللي في مصر أو عامة العرب بشكل عام يعني، بس مين لمصر إن هم اللي حابب يعرف حاجة عن المعادلة الأمريكية، إن هو يعرفها من حاجة زي ما بقول لك فيرست هاند إكسبيرينس، يعني اللي عمل حاجة هو اللي بيقولها، يعني مثلا اللي بيتكلم عن المعادلة لو دكتور في أمريكا فهو يعني إيه تبقى. كل الأسئلة اللي في بالك هقولها لك. فالموضوع بدأ مثلا في 2006 إن دكتور محمد صلاح سليمان ده البريزنت أوف الدار، هو دكتور رمض في تكساس، ان هو مكانه كان نايم في مصر العيني فهو ما عجبوش قوي الجو يعني زي اي حد يعني، تمام؟ بس هو حب ان هو يدور على طرق مختلفه، فبدا يجمع بقى بيلاب ويو اس وزي كلهم كده، تمام؟ فهو حس ان امريكا هو الطريق الاحسن بالنسبه له. فسافر امريكا وبدا ان هو يشوف الناس من هناك، وبدا يعرف بقى الامتحانات بتعمل ازاي والحاجات كلها. فبدا ان هو الدكاتره اللي هناك، تمام؟ ان هم يعملوا اي حد امتحن حاجه يمكن للناس، عمل اول جروب على ياهو 2006 ما كانش فيه فيسبوك ليست قوي يعني، فكانوا عملوا جروبس على ياهو، هو اي حد عنده معلومه بيكتب كده زي بوست ويبعتها للناس، اي حد مهتم بالمعدل يخش في جروبات ياهو دي. طبعا كل الناس ما بقاش عارف الموضوع ده، بس كان في حاجه اسمها ياهو زمان، تمام؟ بعدها في 2008 بقى الفيسبوك بدا شعبيه اكتر وهكذا، فهم عملوا جروبس على الفيسبوك. اول جروب ممكن كان الجروب ده، تمام؟ هو عامة اسمه ايجيبشن بري اس ريزنت اند ريسيرش، تمام؟ عامة كل اللي انت ممكن تحضره. فهو بدا ان هو كل الدكاتره بقى في امريكا دخلوا على الجروب ده، وبدا ان هو اي حد حابب يهتم بالمعدل يخش يسالهم، هم كلهم بيجاوبوا دايركت، تمام؟ يعني حتى اللي هيدخل على الجروب هيلاقي مواصلات 2008 فعلا، هيلاقي دكاتره معروفه جدا وهارفرد مثلا بتجاوب عادي في الكومنتس يعني. فبدا الموضوع كده ان هو عنده اي سؤال فهو بيجاوب. بعدها بشويه بقى في 2010 بدا حاسس لا احنا ممكن نعمل فيديوز بقى على اليوتيوب وهكذا، حوالي اليوتيوب تشانل بتاعتنا ده اللينك بتاعها برضه. بعدها بشويه قال لي خلاص تيجي نسجل في مصر بقى في جمعيه زي جمعيه اطباء اطباء المستقبل، تمام؟ انا عامه صحيح شكرا لاطباء المستقبل ان هم صدقوني النهارده يعني، سقف يا جماعه اطباء المستقبل، تمام؟ فبس فعملنا جمعيه هي مسجله في وزاره التضامن، فبدانا نعمل ايفنت من 2011 واحنا عاملين واخدين بارتنر شيب مع السفاره الامريكيه والاميديست. كلكم عارفين السفاره الامريكيه، كم حد عارف الاميديست؟ هم نفس الناس اللي عارفه الدار هم راحوا الاميديست وعارفوا كل حاجه. طب الاميديست دي يعني ليت سي كده نسميها بالعربي، هو زي المركز الثقافي الامريكي في مصر يعني، لما تيجي تاني استبوع هناك، توفي هناك، اي امتحانات ليها دي يو اس هناك، تمام؟ فاحنا بنعمل ايفنت هناك، احنا عملنا لحد دلوقتي مثلا فوق من 150 ايفنت، اي حد هيخش على البيج بتاعتنا هيلاقي الايفنتس القديمه يعني. فاللي انتوا ما تعرفوش مش مشكله يعني، احنا موجودين عشان تعرفوا، فاتمنى الناس اللي موجوده تعرف يعني، تمام؟ بس هم بدوا بقى يعملوا جروبس كتير بقى يعني، في جروبس ما عرفتش جروب مثلا السبت اللي قبلها ان هو ينظف، لا ده معلش ده اللي معلش هو انت بتطلع على عايز تقول خالص ايوه انا فاكر، بس بدأوا يعملوا جروبس بقى يعني، في جروب ده ستيب 1 تمام، هو ممكن تقرا في شويه ولا ايه؟ ولا شايفين؟ طيب بدأ عليهم جروب ستيب 1 لازم ستيب 1 وستيب 2 خلاص اقلب، وفي جروبس مثلا تمام؟ للسيرجري مثلا الباثولوجي واي حد بقى دكتور مثلا السيرجري بيخش في الجروب ده وبيساعد الناس وبيجاوب هكذا، تمام؟ دي كانت كده مقدمه بسيطه يعني، تمام؟ احنا اول مره نعمل كفر الشيخ تقريبا، انا اول ما سالت ما كنتش اعرف احنا عملنا كفر الشيخ قبل كده، فما اعرفش اللي قبلي كان عامل كفر الشيخ ولا لا، بس تقريبا اول مره نعمل كفر الشيخ، تمام؟ فدي كده مقدمه بسيطه خلاص يعني، ده كده من انا ممثل للدار، فحبيت اتكلم عن الدار، لو اي حد عايز يعرف تفاصيل عن الدار بتاعتنا فانا موجود يعني. انا جاي النهارده عشان اتكلم عن معادله، تمام؟ كم حد هنا اصلا بغض النظر يعني نفسه معادله امريكيه؟ هو هو الراجل الخايب على الراجل ده، بص صوته معايا شويه.
طيب تمام. طيب مش عاوز ده معادله تمام، يعني هنتكلم انا هقول لكم مش عاوز ده. طيب عامه المعادله الامريكيه دي معناها انت بتعدي شهادتك المصريه مش شهاده طبيب طالب خارج من الجامعه في امريكا مش اكتر من كده بس تمام، بحيث ان انت لما تقدمي على الشغل هناك يبقى ليك حق انك تشتغل هناك تمام. فهي ثلاث امتحانات تمام عشان تاخد اللايسنس اللي انت تشتغلي في امريكا. طيب ليه امريكا؟ تمام ليه امريكا؟ يعني الناس اللي هنا مثلا بتقول لي امريكا الناس اللي عايزه تسافر امريكا عامل ازاي؟ تمام. والناس مش عايزه تسافر ليه مش عاوزين امريكا؟ الراجل هادي ده هيبقى هنا على طول. طيب ممكن حد يفكر كده يعني فاهم ان هو ايه سكارلت بقى وبتاع والجو ده تمام؟ طبعا كان مش هقولها بس تمام؟ بس هو مش كده مش كده هو حاجات بتتصور صح؟ طيب هو ليه امريكا فعلا؟ امريكا بيست تريننج في العالم في الطب تمام؟ اي حد هيقول لك درس كده فهو اكيد ليه مصر يعني. حتى الناس اللي في بريطانيا هيقول لكم ان امريكا احسن من امريكا قصدي امريكا احسن من بريطانيا بكتير يعني. احسن هي رقم واحد في العالم. هي ليه احسن رقم واحد في العالم؟ عشان التريننج سيستم اللي عندها مختلف عن اي حد تمام؟ يعني هو الفكره ان انت بتشتغل هناك عشان يعلمك ده الفكره. هو في حد هنا لايك في الكليه او حاجه؟ تتكلم براحتك. طيب خلاص هتكلم على القصر العيني عشان ما حدش ياخد الموضوع احراج يعني. احنا عندنا اصلا في القصر العيني ان انت عايز اصلا تاخد نيابه حاجه مثلا فانت لازم بقى ايه تحل على الدكتور شويه ان هو يعلمك تحل عربيه شويه توصل حاجات مثلا ما اعرفش ايه يعني عشان خاطر ان هو يظبطك. حتى في الماستر عارف مثلا دكاتره شاطر جدا مثلا لحد دلوقتي ما خدش دكتوراه فكره ان هو بيصعدوه كل مره لمجرد ان هو بيشاطر روح على عندنا في القصر العيني مش بتكلم عن كوفي شاطر هتسيب الموضوع بس يعني بيصعدوه بس فكره ان هو بيشاطر بره ففكره كده. فاحنا عندنا في مصر مفيش قوي سيستم فانت عشان تمشي في سيستم في مصر فانت محتاج تتملقي الاكبر منك عشان يعلمك لان انت مفيش حاجه تضمن ان انا لو خلصت دلوقتي كليه وخدت نعمه في الكليه وتقدر الجامعه ايه تمام؟ بعد ثلاث سنين هيبقى مستوى كل الناس اللي دخلت نيابه هيبقى كلهم مستوى قريب من بعض مفيش اي خالص مفيش اي حاجه تثبت كده يعني مفيش اي حاجه يعني حاجه ان انا هتاكد ان انا هيحصل لي كده خالص. انا ممكن اخش واطلع كويس جدا ممكن اخش واطلع زفت جدا على حسب انا قدراتي على التملق او قدراتي على ان انا اعرف اتعامل مع الدكتور اللي فوق مش اكتر من كده تمام. وان انت تاخد الديوتيز بقى بتاعتهم وان انا ممكن اعمل لك كذا وابقى اجيب نقاشات زياده عشان يعلمك دي وهكذا تمام. احنا عندنا في مصر يعني كل عالم في حاجه اسمها ايفيدنس بيزد ميديسن الطب القائم على دليل تمام. عارفين؟ اكيد عارفين. طيب الطب القائم على دليل يعني مثلا لما اقول لعيان مثلا ده هارت فيلير مثلا هديله مثلا بيتا بلوكر مثلا مش عارف دوس كذا كذا ليه قالوا كده؟ عشان هم عملوا ريسيرش على ناس كتير ولقوا النتيجه ان الدوس دي هي بيرفكت الكيس دي تمام. فهو مش كلام اعتباطا مش عندنا في مصر اللي هو اي دكتور بقى هديله كل لسته الادويه بتاعه هارت فيلير واللي يجيب نتيجه يجيب واللي ما يجيبش يجيب مشكله تمام. فده يعني دي حاجه مختلفه الايفنس بيست ان انت بتدي حاجه تقام على دليل الدليل ده هو ريسيرش تمام. فاحنا عندنا في مصر يعني اي ثينك ان اسمها سينيورتي بيست ميديسن الطب القائم على السنيور يعني ان انت محتاجه السنيور اللي فوقك عشان يعلمك فلو هو مش موجود مش هتعلمك ده بيز يعني تمام. فامريكا لا امريكا الفكره ان انت عندك في تريننج سيستم ده ضامن ان انت كل الناس اللي بتخش اتليست كلهم بيخرجوا مستوى عالي تمام. يعني في طبعا كفاءات فرديه وممكن في حد احسن من حد بس الفكره ان انت لا في ليفل معين انت مش هتقل عنه ده الفكره. في هنتكلم على البوزيشن وشغلك ازاي يعني ايه بعدين السالري طبعا امريكا هي كسالري كويس هي عاليه جدا يعني تعملها بعد استراليا على طول يعني احنا مالناش دعوه بالخليج الخليج ده لوحدهم يعني بس احنا بنتكلم في العالم كله كسالري كويس امريكا تعمل رقم في العالم بعد استراليا تمام. طبعا انت كلاعب مش هتقضي مرتب واو قوي يعني مثلا في هو عامه امريكا بيعبروا عن الفلوس عامه على طول في السالري في السنه بير يير فانت 50000 دي في السنه طبعا دي مش موجود كلهم يعني كده رقم تمام. فانت تقريبا يعني متوسط في الشهر مثلا من 3000 ونص او من 3 لحد 4 على حسب الستيت يعني مثلا نيويورك بيقعد 4 عشان الدنيا اغلى شويه عندهم ممكن حاجه مثلا اقل شويه ولا يعني تخف شويه فيبقى السالري اقل شويه بس يعني ليتس سي هو من 3000 ونص دولار لحد 4000 تمام في الرينج ده يعني ده كده في النيابه. الريزدنت دي معناها ان انت البوزيشنز في امريكا مختلفه شويه ما عندهمش حاجه اسمها مساعد واستاذ والكلام ده مفيش الكلام ده عندهم يعني. هو انت عندك حاجه اسمها ريزنت وبعديها حاجه اسمها فيلو فيلو ده معناه ان هو خد سبب استشهاد يعني الريزنت ده ممكن يبقى لاقي بطنه والفيلو ده يعني هو مثلا كارديولوجي باثولوجي نيفرولوجي اندرولوجي وات ايفر يعني تمام. والاتندنج ده اللي هو ده اعلى حاجه في البوزيشن نفسها يعني مثلا ممكن يبقى حد مثلا واخد بعد ما خلص النيابه والفيلو خلاص اسمه اتندنج. هنتكلم على التفاصيل بس ليتس سي يعني اللي هو ده ليتس سي هو في المقام في مصر هو اعلى حاجه يعني
فانت عامه في النهايه كل سنه تمام بتاخد زي ما قلت لك كده لو مثلا 3000 بس لو 4000 الشهر دول هيحسبوا كويس جدا. بعد كده بالفيلو كل سنه بتدفع 2000 دولار بس على التوتال، يعني سي ان انت بدات مثلا بدات الفيلو مثلا ب 50000 فانت اول سنه هتاخد 52 السنه اللي بعدها 4 6 تمام. بعد كده الاتندنج ده الفكره اللي امريكا قاعد عن حاجات في العالم اللي هو ايه الاتندنج كانوا على السنه بتاعته ايه بس بعدين تمام. كريسش امريكا طبعا معروفه في تعمل في الريسش، كان في مش عارف اسمها بالظبط في السي في مجله بتعمل ستاتستكس لكل دوله عملت قد ايه في الريسش وات ايفر الريسش مش شرط يبقى طب عملها يعني الريسش على مستوى العالم. كانت امريكا تتوقع رقم يعني واخده قد ايه من الريسش في اخر خمس سنين؟ امريكا كانت 70% رقم وبقى العالم كله تقريبا كان تقريبا 50 60% لا امريكا كانت 60 وبقى العالم 40 وكانت بريطانيا رقم 2 كانت تقريبا رقم 9 عملت 9% فامريكا رقم جبار. وكان الستاتستكس يعني بيقول لك ليه امريكا عامله كده؟ ان امريكا بتصرف خمس اضعاف العالم على الريسيرش. يعني تسال العالم كله مثلا بيصرف 1000 هي بتصرف 5000 تمام؟ هو انا لما باجي في موضوع الريسيرش ده بقول مثال واحد بس، انتوا عارفين امريكا اكتشفت كوكب جديد اسمه جارة تلج، سمعت الموضوع ده؟ تقريبا من سنتين اكتشفت كوكب شبه الارض، قال هو شبه الارض بس في مجره تلج، مش مجره بتاعتنا يعني تمام؟ فهو يعني عشان يكتشفوا ده في رحله خدت 10 سنين يعني خمسه تقريبا ليه مثلا اربعه رايح مثلا سنتين هناك واربعه هناك تمام؟ هي خدت كلها من اول ما بدا لحد ما رجع يعني الارض كانت 10 سنين تقريبا. فانتوا متخيلين في بلد قدرت تمشي كوكب حاجه كده في الهواء 10 سنين يعني فاهمه كام جاذبيه قمر كام جاذبيه شمس وكام جاذبيه كوكب خرج بره وجه يعني متخيل الموضوع؟ احنا في مصر هنا يعني احنا كان اللي هو المايند سيت بتاعنا رفعوه فوقنا وتاه والله ما اقصد يعني ده حصل يعني هو ده مش عارفين راح فين هو مش عارفين يسافر فوق مصر اللي هو فوق يعني حتى اللي بتاع عايز يهرب من مصر. فامريكا متقدمه جدا في الريسيرش وطبعا هو عامه الطب دلوقتي او اي حاجه في الدنيا قايمه على الريسيرش حتى البيزنس كله قايم على الريسيرش اللي هو انا ليه مثلا اكل الدواء ده ليه ما اكلش الدواء ده؟ تمام ليه ده وليه الدوز دي وليه ده؟ ده كله قايم ايه؟ على الريسيرش سواء كلينيكال او بيزنس يعني. وطبعا بقى الستايل لايف ستايل في امريكا احسن يعني احسن بكتير حاجات ثانيه. ميزة أمريكا إن هي حاجة وايت كلتشر يعني هو مثلا مفيش حاجة بتدومينيت يعني مثلا هتلاقوا الوايت ريس هتلاقوا البلاك ريس هتلاقوا الايشن ريس هتلاقوا العرب هتلاقوا كله لأن أمريكا مش معمولة من حد. أمريكا دي هو كان مش بلد هي بلد جه ناس وعملوا بلد تمام. فهو مفيش حاجة بتدومينيت مش زي أوروبا هتلاقوا الوايت ريس بتدومينيت أوي فممكن تكون عنصرية أكتر في الحاجات دي. طبعا هتقول حد أنا بسمع مش عارف كل كام سنة إن في حد قتل واحد في أمريكا يعني تمام. الدنيا مش كده فاهمه لا مش معنى ان انت شفت مثلا خبر ان سي مثلا كل يوم بتشوف خبر ان في حد مش عارف قتل كم واحد مسلم اللي هو الدنيا دي كلها كده لا خالص يعني من كل الناس اللي اعرفها هناك الدنيا مش هقول لكم ان هي بيرفكت مش عارف الدنيا بيرفكت احنا كمصريين عنصريين يعني المحجبه بص مش محجبه بطريقه مختلفه المنقبه بص مش محجبه بطريقه مختلفه المسلم بص مش بطريقه مختلفه الملحد بص بطريقه مختلفه احنا بص بطريقه مختلفه كلنا ما فيش حد يعني كلنا بنحكم على بعض فما تفترضيش ان انت هناك هتبقى الدنيا مش كده وطبيعي ان هناك هيبقى برضه مش عاجبه ان انت لابس طاقه مش عارف ان احنا ربنا قال لنا بس مش عارف ان القوه بتبقى بس الفكره ان هو عنده نقطه ان هو ما ينفعش يعني حتى اللي هو ليس استبراست ان هو عنصري ما ينفعش يقول كده يعني طبعا في ناس بتقول بس انا بتكلم على مستوى انت هتتعامل معاه يعني هو ما ينفعش يقول كده دي حاجه نظام حاجه وحشه ان هو بيقول لحد في وشه انت كذا فممكن يبقى كاري جدا من جوه بس مش حاجه يقول لك هو مش هيبان لي تمام. فاللايف ستايل في امريكا كويس حتى لو اعرف ناس كتير يعني لو انتم متابعين ناس دكاتره في امريكا كلهم ما شاء الله معاهم فيلل بقى وسور وفراري وحاجات كده يعني. طيب خلاص يعني الناس اقتنعت ان ممكن تبقى امريكا كويسه بنظامها او يعني شبه اوبشن يعني. طيب دلوقتي لو حد خلاص اقتنع ان امريكا دي نظام كويسه جدا انا عامه مش هتكلم عن عيوب البلاد الثانيه بس انتوا ممكن يعني اللي هتكلم هقول لكم مزيتها عيوبها بس يعني فانا هتكلم عن حاجتي بس ما ينفعش انتقد الحاجات الثانيه تمام. دلوقتي لو حد عايز يعمل في امريكا المفروض ان هو يعمل ايه؟ مش شايفين كلام ولا مش شايفين؟ مش شايفين. طبعا هقول لكم حاجات بقى اسمها مش سيرتيفيكيشن يو اس تكنيكال اكسبيرينس بعد كده حاجه اسمها ريسيرش اكسبيرينس اكستراكولر اكتيفيتيز ولو دي ليتر اوف ريكومنديشن تمام جواب توصيه ودي ريف جراديويشن ودي بيرسونال ستيتمنت ودي كونكشن تمام. انت عشان تقدمي في الشغل في امريكا انت محتاج رقم واحد ورقم دي ما اعرفش رقم كام دي ريف ريكومنديشن تمام ودي بقى الحاجات اللي بقى الحاجات بتزود السي بتاعك فاحنا هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل وبعد كده هنتكلم ايه عن الموضوع يعني. طبعا انت طبعا ناس كتير فيكم يعني طيب مش حد يضحك مش حد يضحك كده معايا ايه اسم الجيل تمام
اس في جي دي دي الجهه المنوط بيها اللي هي بتعمل امتحانات للناس اللي مش اللي هو مش متخرجين من امريكا عشان يقيمونك نولج انك كويسين تشتغل في امريكا ولا لا. فامتحانات ستيب 1 وحاجه وستيب 2 وتبقى امتحانات المعده كلها اللي هيزورها حاجه اسمها اس في جي. تمام ده الاختصار بتاعها يعني. فانت عشان تاخد السيرتيفيكيشن بتاعت اس في جي انت محتاجه كذا حاجه. اول حاجه تكوني متخرجه من جامعه يعني في الدكشنري او في يعني في تبع الطب المقترف بيه في العالم. طبعا كل شخص مقترف بيه حاجه او موجوده في الليسته يعني. تمام اللي بنتكلم عن الاحتراف هي موجوده في الليسته يعني ان انت ممكن تتخرجي وتشتغلي فيها عادي. تمام تكون عملت ستيب 1 عملت ستيب 2 وعملت ستيب حاجه اسمها ستيب 2. ستيب 2 دي حاجتين حاجه اسمها كلينيكال نولج وحاجه اسمها سيلز. هتكلم عن التفصيل. فانت ستيب 1 وستيب 2 وانت تكوني متخرجه من جامعه من جامعه بس فانت كده خدت الشهاده اللي انت عادلتي شهادتك المصريه مش الشهاده اللي انت حد متخرج من امريكا. بس كده في حاجه اسمها ستيب 3 بس دي مش محتاجاها دلوقتي. بس ماشي دي سيرتيفيكيشن دي اهم حاجه. هنتكلم بقى على كلها يعني. اول حاجه هي اسمها ستيب 1. بص يا جماعه لما تلاقوا حبيبتي يا مصر الاول الدنيا دي معناها انت الامتحان ممكن تعمليه في مصر. شايفين العالم ده؟ لو ما لقيتوش يبقى الامتحان ده ازاي في امريكا؟ طيب فامتحان ستيب 1 ده امتحان بيختبر البيزك ساينس بتاعتنا اللي هي سنه اولى لتسيع عندنا اولى وثانيه وثالثه. تمام اللي هو مثلا طبعا في حاجات مش موجوده قوي عندنا وفي حاجات هم مش مهتمين بيها زي الباراسيتولوجي ما عندهمش حاجه. الباراسيتولوجي تبع المايكرو مثلا هم 10 صفحات هم بلد نظيفه ما بقاش بارازايتس يعني. تمام فاحنا ممكن تبقى عندنا حاجه مهمه ان احنا عندنا البلد مش نظيفه قوي يعني السانيتيشن حاجات مش موجوده فدي مثلا مش موجوده قوي. في حاجه اسمها جينيتكس احنا ما خدناش جينيتكس قوي عندنا في البايو ما عندهم دي حاجه مهمه. في تاني اناتوم مثلا مش اللي هو المهم قوي لا المهم فيه مثلا نيورو اناتوم ده مهم ان مثلا الاول مثلا كام صفحه عليك 10 صفحات اللور 10 صفحات ستيب 1 مش عارف في السورس مش عارف 15 صفحه بس دي الحاجات اللي هي ممكن تبقى مهمه بالنسبه لك. تمام فهو بيبقى مثلا على الاناتومي والبايو والفيزيولوجي. تمام ومثلا والباثولوجي والفارما والمايكرو. في حاجه مختلفه اسمها بيبر ساينس دي احنا ما خدناهاش دي السكشواليتي بقى والحاجات اللي احنا ما خدناش او ازاي تعامل مع العيال ولما يجيب لك كيس يقول لك مثلا حد مش عارف وانت بتكشفي حد قال لك ما اعرفش ايه المفروض تتعامل ازاي دي حاجات احنا ما خدناهاش. الاسكس احنا ما فيش اسكس في مصر يعني العيال بالنسبه لنا موته عادي فهو في حاجه اسمها اسكس فدي حاجه ممكن تبقى عندنا صعوبه شويه بالنسبه لنا هي ماده الاخيره. الامتحان بيبقى عباره عن اس كيو. تمام بيبقى بتحنيه لازم تحنيه في مصر في الاميديست ممكن تحنيه في اي مكان في العالم بس يعني هو في مصر فمش هتسافر عشان تحنيه تحنيه في مصر وخلاص يعني. تمام بيبقى غالبا بصوا يعني هو 260 280 سؤال يعني ممكن تلاقي في حد ممكن تبقى انت في الامتحان نفسه ممكن تبقى انت عندك 260 واللي جنبك عنده 270 اللي جنبك عنده 260 فيعني قصدي يعني في الرينج ده 260 280 فاريبل يعني الرقم بالظبط. تمام بنعملها في مصر عادي جدا. تمام ازاي نذاكر ستيب 1 فهو رينج هستفيد فيها دلوقتي ممكن اخليها في الاخر لان هو انا محكوم بوقت فانا عايز اتكلم على الموضوع كله. تمام فهخليه في الاخر يعني. طيب حد يعني ده سؤال مهم جدا هو ممكن اعملها قبل سنه 6 ولا بعد سنه 6؟ في ناس كتير بتقول لي ايه اللي هو في سنه 6 فاحنا هناخد البطنه وما اعرفش ايه وطبعا البطنه مهمه والكلام ده. في ناس ثانيه في المقابل بتقول لي لا انت ممكن تعملها سنه 3 خلاص يعني فاهم؟ فوالله بص هو وجهه نظري من الناس اللي شفتها كتير وكده طبعا يعني كل ما تبدا بدري كل ما كان احسن. هل البطنه هتفرق؟ ممكن تفرق بس هل هي هتفرق ان هي تخليك مثلا تجيب سكور فظيع؟ لا خالص. وانت ممكن اصلا مذاكره المعادله نفسها تخليك تبقى كويس في البطنه، يعني انا مثلا السنه دي ما ذاكرتش البطنه غير قبل الامتحان بشويه عشان كنت مذاكر ستيب 1 اللي هو حاجات المعادله. فالموضوع كان بالنسبه لي سهل. فهو الحاجتين بيخدموا على بعض، فانا مش بحس قوي ان فكره انا استنى البطنه مش حاجه مهمه، لا انت لو ذاكرت ستيب 1 يعني اعرف ناس بس بتحبها سنه ثالثه، جوب سكول حلو جدا. انت لو ذاكرت الموضوع بالستايل بتاعهم هيبقى يعني هيبقى عادي، فانا رايي بصراحه لو حد في حاجه امريكا يبدا بدري، كل ما كان بدري كل ما كان احسن. ومش شرط تحكي معاك سنه ثالثه بس ذاكر من سنه مثلا وتفضل من سنه اولى ثانيه ثالثه وتفضل ذاكر لحد مثلا ما تخش الامتحان تخش في خمسه في رابعه حسب ما تقدر يعني. الامتحان اللي انا كنت نسيت حته بس هو الامتحان مش اكس كيو زي بتاعنا يعني احنا عندنا مثلا يقول لي قول لي اوريجن اوف بايسبس اختيارات ما اعرفش كذا 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 هو مفيش حاجه اسمها كده عندهم خالص هو مش بيختبر فكره ان انت حافظه بيختبر ان انت فاهمه الدكتوره يعني هو الامتحان كله بيبقى كيس سيناريو هيقول لك مثلا واحدة افريكان فيميل عندها مش عارف 60 سنة بتعيش مثلا في اوهايو كل حاجة ليها فكرة ومش عارف بيتلي بالبريزنت اللي هي مش عارف عندها ديزني وكذا 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 وهي جنبها مش عارف مصنع اكستوزس ما اعرفش ايه وبعدين عملت لها مش عارف الليفر فانكشن تيست دي كذا وكذا وكذا وما اعرفش ايه وبتاع طيب مش هقول لك بقى ايه المرض مش حاجة كده وغالبا الاسئلة ما بتبقاش فيرست تبقى تو ستيبس
يعني هقول لك مش هيسالك بقى يقول لك ايه الميكانيزم بتاع المرض، يعني ايه سن الكيس دي كانت مثلا بمر في بيروت مثلا ها، فهو مش هيسالك هقول لك دي بمر في بيروت لا خالص، وهيسالك بقى الميكانيزم الاكشن بتاعها ايه الدوله ممكن استخدمه كده. فهو كل كلمه ليها فرق، يعني هي افريكان امريكان مثلا افريكان دي ممكن تديك انطباع على مرض معين، يعني مش عارف عايشه في قاره مثلا دي انطباع على حاجات معينه. فهو الموضوع مختلف شويه، فهو بتحس ان انت دكتور فعلا، انت بتحس ان انت قاعده وجالك كيس ومتعالجيها، فده اللي بيفرق شويه. فاحنا عندنا احنا على فكره في كليتنا كلنا يعني وقت ما بنكون في الشرطه او العيني او اي جامعه احنا بناخد اضعاف من الرغبه كمان، بس الفكره احنا بناخده ازاي؟ يعني هو في دكتور اسمه هشام عيسى ده شغال في تكساس بيدياتريك، دي المستشفى رقم 2 في العالم، بيقول لك ان انا لو جبت طالب مصري وطالب امريكي وكان في عيان تمام وخدت كشف عليه وسالتهم تقول لي ديفرنشال دايجنوز، هو صحيح كم حد هنا اقل من سنه ده تمام والباقي كله فوق تمام. طب الفيشن دايجنوز معناها يعني ايه؟ اللي ممكن يبقى ايه الامراض المختلفه؟ يعني مثلا حد عنده عرض معين فانا ممكن اساله بكح مثلا ممكن يبقى ايه اللي عمل كح؟ فبيقول لك ان المصري هيقول لي 15 حاجه تمام؟ الامريكي هيقول لي حاجتين مثلا او ثلاثه، بس لو سالت المصري هو اي حاجه في 15 مش عارف، الامريكي هيقول لك هو غالبا هيبقى رقم واحد اللي قاله او مثلا رقم اثنين، لان هو مش مهتم يعرف كل التفاصيل، مش مهتم يعرف تاريخ العلم خلاص، هو الحالات المهمه الحاجات اللي انا بعاد. فده الفرق بيننا وبينهم، ان احنا كمعلومات احنا عندنا معلومات كتير جدا اكتر منهم، يعني بقول لك احنا مثلا اناتومي شوفوا اللي جبت كتب الاناتومي بس هتلاقيها كده يعني ها، هم بيقول لك يعني هم اي سي دي سي هم خدوا الحاجات دي بس في المعادله حاجات صغيره جدا تمام. فدي ستيب 1. الستيب 2 الامتحانات، في حاجه اسمها سي كي اللي هي كلينيكال نولج، وفي سي اس كلينيكال سكيلز. كلينيكال نولج دي بتمتحن على مواد برضه سنه خمسه رابعه وخمسه وسته، بس بين السنه الرابعه مش موجوده قوي في المعادله، يعني فورنسكس مش موجوده اصلا تقريبا قوي والحاجات مش موجوده قوي، فهي الويت بتاعها اكتر في البطنه والجراحه ونساء الاطفال. الحاجات الثانيه مش مهمه قوي يعني. دي بتمتحن امتحان نفس ستايل ستيب 1 اللي هو امتحان السيناريو برضه وما اعرفش ايه، وبتمتحنيه برضه نفس عدد الاسئله وهكذا. وبتمتحنيه برضه ممكن تمتحنيه في مصر عادي جدا. تمام؟ الامتحان اللي بعده بقى ده البارت الثاني ستيب 2، ستيب 2 قلنا في سي كي وفي سي اس، ده امتحان اللي هو يعني زي ما قلنا كده اوسكي، اللي هو زي عارفين اوسكي؟ الناس الكبيره عارفه، الناس الصغيره اللي هو امتحان بتخش على حلقات المفروض بتشخصها في وقت معين وهكذا تمام؟ فهو نفس الفكره، ده الوحيد اللي مفيش مصر هناك، ده في امريكا، لازم تحنيه في امريكا، ما ينفعش تحنيه في هو في امريكا بس تمام؟ تمام ماشي، فهو بيبقى الامتحان بيبقى غالبا 12 كيس، وانت المفروض كل حاجه ليك تقريبا 10 دقائق مع العيان و10 تبتدي مثلا او تبقى تخليها 15 5 بتخش على العيان بتسلمها عليه مثلا، كل حاجه ليك، هو اصلا مش عيان هو مثلا تمام؟ يعني هو كل هم 12 حد وهو مستنيهم مش عارفين خالص. هو الفكره بس هيشوفك انت قلت له هاي ولا لا، دي بتفرق. هو انت يعني انت مثلا دلوقتي خلاص خلصت اكزامينشن وخرجت بره الاوضه بتكتبي ليتر، يعني بتخش قبل كده كمبيوتر بتكتبي الحاجات اللي انت عرفتيها عن العيال ده. هو بعد ما انت بتخرجي معاه شيك ليست بيعلم عليها انت عملت ايه وما عملتش ايه، اتكلمتي كويس ولا لا، هل لما جيتي تعلي هدومه استاذنتيه ولا لا، هل شرحت له في الاول ان هعمل كذا وكذا ولا لا، هل عملت حاجه غير اللي قلت له عليها ولا لا، تمام؟ هل سالتيه عن حاجه غلط، يعني مثلا هناك ما ينفعش تقول السكس بتاعك ايه؟ ان هو ممكن يبقى اي حاجه، هو السكس دي بيزور حاجه مش زينا يعني، ما ينفعش انت راجل ست مثلا، في حاجات ميجر مثلا تمام؟ فهو الحاجات دي هتبقى بالعكس تتكلمي كويس ولا لا؟ يعني هل انت عارفه تتكلمي؟ هو هناك مش عايزين امريكان اكسنت، ما فيش امريكان اكسنت الدوميني، كل ولايه في امريكا ليها اكسنت مختلف. فهم عامه متعودين على الرف اكسنت بتاعتنا يعني. فهو عادي جدا فاهمه، فهو مش فكره انت بتتكلمي امريكان زي الامريكان بقى وده وده، بس الفكره تبقي فاهمه هو فاهمك. يعني بحس ان انت الكلام اللي بقوله ده كويس وهو اللي فاهمه وخلاص. فدي كلها شيك ليست، فهو بيعلم عليها وانت بتعلمي عليها، بعد كده الامتحان ده يا ناجح يا صمت. بس يعني انت ما فيهوش درجات، امتحان ستيب 1 وستيب 2 فيهم درجات، يعني لما حد يقول لك انا جبت في ستيب 2 مش عارف 200 وكذا، اضع سي كي، مش حاجه اسمها سي اس في سكورز، تمام؟ ستيب 3 ده دي مش محتاجاها عشان تقدمي على الشغل في امريكا. فمعظم الناس مش بتعملها، اللي ما بيبقاش يعني ايه لسه هذاكر تاني وبتاع ما اعرفش ايه فاكس، يعني ما بتبقاش مذاكره كتير. بس الفكره ان معظم الناس مش بتعملها دلوقتي، بتعملها بعد ما تشتغل في امريكا، لان انت ما ينفعش تخلصي النيابه لما تكون عملت ستيب 3. انت تاخدي البورد من امريكا لما تكون عملت ستيب 3، فمعظم الناس بتعمل ستيب 3 دي بتعملها في النيابه نفسها، تمام؟ طيب هو كده امتحانين يومين وهكذا، مش مهم التفاصيل بتاعتها دلوقتي خالص، وبرضه في امريكا بس، تمام؟ وهي الفكره هي ايه الفكره؟ في ناس دي كتير بتحب تعمل ستيب 3 الاول عشان خاطر يعني بتديكي ان انت ممكن تقدمي في نوع بيزنس اسمه اتش 1 تمام؟ هنتكلم على اتش 1، اتش 1 ده بيديكي ممكن يديكي جرين كارد بعد كده، اللي هو جرين كارد دي حاجه قبل الجنسيه كده تمام؟
بس دي اول حاجه. احنا خلاص لو انت خدت امتحانات ستي 1 وستي 2 وجبت سكورز وعملت ونجحتي فانت كده معاك شهاده ان انت عديت شهادتك المصريه مش شهاده امريكيه ومنحك ان انت تقدم هناك تمام. بس هل لو انا عملت كده هشتغل في امريكا؟ اكيد امريكا مش بالصوره دي يعني تمام. اكيد اكيد في حاجات تعرف تعمليها لان كل الناس هو اي حد في الدنيا في اللي هيقدم يعني كل سنه تقريبا 35000 بيقدموا مثلا فهم كلهم عارفين كده يعني. هو مفيش حد هيقدم في سيستم غير لما يكون عامل ستيبس. فلازم في حاجات كده اللي هو ايه ليت سي الكيكه اللي انت تعملي ستيبس والتزويق الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. فاول حاجه اسمها ريسك اكسبيرينس دي معناها انت عملت تدريب طبي في امريكا. وانا بتكلم بالظبط الستات اكتر عشان هم اللي مش عارفين حاجات تمام معلش ان انت هتعمل مثلا تدريب طبي في امريكا تمام. ده بيبقى ايه يعني هو ليه انواع مختلفه حاجه اسمها اليكتيف حاجه اسمها اوبزرفشن حاجه اسمها سيرشن. عادي جدا زي ما انت متخيل لو انت بتروح مثلا اسم معين كارديولوجي مثلا وبتعمل فيه التدريب بتاعك مثلا شهر شهرين وات ايفر هنتكلم عن المده دي بتمارس حياتك كانك حد طالب امريكي هناك تمام. ف اليكتيف بص يا جماعه العلامه دي معناها ان هو اي تي اي في الايدين ماسكين بعض يعني او في ايدين فعامه دي معناها هاند زون ستيميلس يعني انت ممكن يعني ممكن تكشف على ام بي دي ممكن تاخد منه هيستوري ممكن تكلم معاه ده مسموح ليك في الاليكتيف تمام. دي هاند زون ستيميلس تمام وبتعمليها بتبقى غالبا معظم الحاجات دلوقتي محتاجه ان انت تعملي ستوبر عشان تقدمي عليها عشان تقدمي انت تجيلي البوزيشن اللي هم هناك حاسوا ان هو في ناس كتير بتقدم ان هي تعمل اليكتيف في امريكا وهي في الاخر كده كده مش بتشتغل في امريكا. فانا خلاص اخلي بريورتي للناس اللي انا واثق ان هو هيكمل عندي. فالبوزيشن مثلا تيجي عندي مثلا 20 مكان مثلا مش هديه لاي حد بس ده رقم جدلي يعني هو رقم كتير اكتر بس فهو غالبا معظمهم 90% منهم محتاجين ستيب 1 للاسف يعني. فدي مشكله الناس اللي هي بتبقى حاطط لها ستيب 1 متاخر يعني هو لان هي دي مدتها لحد الامتياز. بعد الامتياز بتبقى لا ما ينفعش تعملي تمام تعملي حاجه ثانيه. ف بس في ناس ممكن تعملها يعني ممكن تعملها في امريكا مش في امريكا بس طبعا لو انت عايز امريكا تعملها في امريكا احسن بكتير طبعا تمام. الفيس بتاعتنا بص طبعا هي في طيارات طبعا الطيران يعني مش هنتكلم عن هنتكلم عن بس في طيران فلوس الطيران فلوس الاكومديشن الفيس بتاعتها غالبا تكون فري لان هي اليكتيف لان هي اصلا الفكره منها ان هي معموله للطلب اللي هو عشان كده هم حاطين ليميت اللي هو امتياز تمام. فلو انت يعني او انت او انت يعني اقل من طول ما انت تحت الامتياز حتى لو قبل الامتياز بياخد بشهر فانت محتاج تعمل بنت بعد جدا تمام. عشان كده بقول للناس اللي حابه امريكا اللي بتبقى بنت سبيشالتي اعمل في انهي تخصص خلاص انا حابب مثلا انا مثلا لحد دلوقتي ما حددتش يعني حد في سنه ثالثه مثلا او ثانيه هو مش عارف اصلا هو عايز ايه فانا على اساس ايه اقرر. هو الفكره خلينا متفقين ان انت غالبا يا سيرجري جاي يا ميدسن جاي يعني لازم اساسا تحدد السؤال ده. هل انا شخص جراح؟ مش جراح عشان حابب جراحه ان كلنا انسى انا اجزم من 90% من الناس انا عايز جراحه ولاد وبنات تمام. فهي مش فكره ان انت حابب جراحه او لا هو الفكره ان انت حاسس ان انت كويس ولا لا في الجراحه. يعني الجراحه دي مثلا محتاجه انت شاطر تحت ستريس. هل انت او انت عندكم القدره دي ولا لا؟ محتاج انت مش تشوف مثلا لو في جراحات فيها دم كتير هل انت بتحب الشكل ده ولا لا؟ اوكي في حاجات تعود بس هل انت من الاول كده ولا لا؟ هل انت من الشخص اللي بيحب ان هو ريليشن شيب مع العيال ولا لا؟ يعني الجراحه ممكن تكون فيها كده ان انت هتشوف العيال قبل العمليه بعد يومين وخلاص مثلا. ولا هل انت بتحب العيال اصلا وتحب تتكلم عليهم ومحتاج يبقى فيه كوميونيكيشن معاهم اكتر ولا لا؟ فدي بتحدد فشوف انت نفسك اكتر كده ولا لا؟ وممكن تدخل في المستشفى يوم مع نائب بطنه ونائب جراحه شوف اللايف ستايل يعني وشوف انت حابب اكتر بغض النظر ان هي اللايف ستايل اللي هيحكم على اللايف ستايل في امريكا حتى في التخصصات بس اتست قريب يعني. فانا رايك حد يا ده يا ده بس. فلو انت حددت او اوريدي انت محدد وانت كبير ومحدد مثلا فانت غالبا في التخصص اللي انت عايزه يعني لو انت عايز تشتغل في امريكا مثلا كارديولوجي فانت قدم روح اعمل ليكتيف في الكارديولوجي. عايز بطنه قدم ليكتيف في البطنه ما تبقاش مثلا انت عايز جراحه قدم ليكتيف في البطنه لان لما هتخلص ده كله تروح تقدم مثلا على الشغل هناك هيسالك سؤال بقى هم هناك ما عندهمش الجو بتاعك يعني ايه احنا عندنا هنا اللي هو ايه انا مثلا ترتيب التاسع مثلا على كده فانا هموت على ربط انا ما بحبش غير ربط في حياتي مثلا بس اول واحد خدني فانا قدامي اختار يا اما اختار المكان خلاص اخد اي حاجه وخلاص ولا انا مثلا اخد اقطع بره واخد ربط تمام. فهو ما بيحبوش كده هو بيحبوا ان انت لو انت حابه الرمط فانت خديه في اي حته تمام. يعني انت مثلا لو انا حابب رمط يبقى انا المفروض السي في بتاعي بيقول الشخص ده بيتكلم بيحب رمط يبقى مثلا عامل ايه في الرمط لو ريسيرش عامل في الرمط ما يبقاش مثلا كل حاجات جراحه وبعد كده حد مثلا بطنه ولا اطفال ولا سكاتري. فيعني هم عندهم فكره السبيشالتي دي حاجه مهمه يعني. فيبقى احسن لو انت حددت السبيشالتي بتاعتكم بدري احسن بكتير لحد لسه متحير. ولو انت متحير زي ما قلت لك فكر في حاجتين يا بيتي يعني يا دي وشوف ايه البروسيس دي المده بتاعتها يعني اعمل كام شهر
طبعا بيعتمد على فلوسك مش قايل من الاخر على حسب فلوسك كده اصلا الاكوموديشن هو انت ما ينفعش فلوس بتجمع غالبا بس الفكره في الاكوموديشن يعني انت مثلا ممكن الاكوموديشن مثلا سبيشال بنات مش حق يعني احنا كولاد ممكن ننام في اي مكان مع اي حد انما انتوا تبقى عندكم حاجات معينه يعني فاعتقد يعني ممكن على حسب الولايه بس 300 غالبا في الشهر ده بالاكل بعد ما تخلصي الفكره بتكتب اصلا انت هناك هم بيشوفوا الشخص ده هل الشخص ده بيعرف يتعامل مع حياته ولا لا؟ هل الشخص ده بيتكلم كويس ولا لا؟ هل الشخص ده عنده نولج كويسه ولا لا؟ تمام؟ فهو بعد ما بتخلصي مده الريليتيف دي الدكتور السوبرفايزر اللي انت رايحه معاه اصلا بيكتب فيك حاجه اسمها ريتر ريكومنديشن جواب توصيل الجواب ده مثلا طبعا انت المفروض بتقول له اكتبه له وبتاع وهكذا فهو بيكتبه فيك بقى فهو على حسب بقى يعني فاهمه يعني ممكن يتكلم كلام كويس جدا ممكن يتكلم كلام وحش جدا بس غالبا ما بيتكلموش وحش عامه الامريكان ما بيتكلموش وحش يعني هو لما هيكتب عنك حتى لو انت كنت زباله مش هيكتب عنك كلام وحش بس هيكتب كلام اللي هيقراه هيعرف ان انت زباله يعني مش مشكله برضه يعني فاهم هيكتب مثلا ان هي كانت يعني في مثلا الدكتور كان بيوريها ليترز كده مكتوبه انت ممكن تلاقي تحسها حلوه جدا بس هي دي اللي هيشوفها بعد كده هيعرف ان ده شخص لا ده مش حاجه يعني كان بيقول لك ان هو مش عارف بيدرسها حلو جدا وعلى طول بيسرح شعره فكرة هو بيهتم بحاجات مالهاش اي لازمه يعني بيكتب كلام خلاص كده بيسرح شعره كان على طول بجزمته ملمعه ومعرفش ولبسه حلو ده ملوش علاقه خالص بالموضوع هو بيكتب بس هو مش عاوز يكتب عني كشخصيه خالص ولا دافع عن النولج بتاعتي فهو بس عايز يحسسك ان انت كويسه بس ان هو اللي هيقرا بعد كده الجواب ده هيعرف ان انت مش شخص مش كويس يعني بالنسبه له يعني فطبعا هل هو هيفرق ولا هو بيفرق جدا ممكن جواب التوصيله ده يوديكي مكان عالي جدا ممكن جواب التوصيله ده يخليك تاخد سبيشالتي قويه جدا ممكن يخليك تقبل وما تقبلش يعني جواب التوصيله ده لان هو ده الفكره ان في حد شافك مثلا شهر شهرين ثلاثه وتعامل معاك حد في امريكا تمام فهو هشاف الشخص ده هل الشخص ده بيتعامل كويس ولا لا كويس يعني ده حد يقدر يحكم عليك غير لما انت السكورز هو في امريكا ما عندوش فكره السكورز بس يعني مش معنى انت جايب مثلا اعلى حاجه مثلا سي مثلا 26 بلس 260 فما فوق يعني في المعادله ان انت كده شاطره بالنسبه لهم اوكي انت شاطره كمذاكره بس هل انت في الحياه او انت في الحياه مثلا بتعرف تعمل عليه هل انت في التيم وورك هتبقى كويس ولا لا هل انت هتبقى كويس يعني انت مناسب لينا ولا لا يعني هقول لكم فكره الاختيارات بعد كده في التدريب على اساس ايه يعني فدي بتفرق جدا فلو حد شافك ثلاث شهور او شهر او شهرين وكتب عنك في امريكا وكتب ان انت كويسه هيبقى اكيد كويسه فاهم ولو كتب عنك ان انت وحشه فانت غالبا وحشه تمام ماشي ده كده افرض حد مثلا خلص سنه امتياز وما كانش عمل مثلا ستيب او وات ايفر مثلا اصعب طب افرض مثلا حد كم حد هنا فول امتياز كلكم داخلين امتياز طب حلو جدا زي الفل طب يبقى انت لسه قدامكم الفرصه طيب يعني تحاول نخلص ستيبهم بسرعه عشان ايه لا يعني في برضه هقول لكم حاجات ليكم تاني في حاجه كده سهر الانستتيوت مش محتاجه ستيبس في كام حاجه كده مش محتاجين ستيبس بكره بنزلها لكم على الجروب يعني بس الامتياز بالذات يعني فليت سي ان في حد ما عملش ستيب 1 وليت سي ان هو قدم في الحاجات الفري دي او الحاجات الاوبشنز او الحب هاش تمام ممكن يقدم عن طريق عندكم بلو هنا جي اتش ال او طيب في حاجه اسمها جي اتش ال او مش عارف بلو بغلط ما اعرفش ايه حاجه تبع امريكا المفروض ان هي يعني بريزنتر في كل جامعه ما اعرفش كل جامعه بس عندنا عين شمس وطنطا وكذا حاجه يعني فهي الفكره ان انت بتقدم عن طريقها بس الفكره بتدفع لها فيز دي الفكره يعني انت مثلا ليك ده يبقى فيه فري بتدفع فيز للجامعه بس انت بتدفع فيز للاسوسيشن دي ان هي تسفرها فده اوبشن برضه للي مش هيخلص ستيب 1 واللي ما لقيش مكان في ليج يعني تمام فليت سي برضه حد ما عملش ده كله ما عندوش قدره ان هو يدفع فلوس للحاجات دي خالص وكده فممكن يعمل حاجه اسمها اوبزرفر شيب اوبزرفر شيب دي معناها هاند اوف اكسبيرينس يعني انت مش مسموح لك تتكلم على عيال مش مسموح لك تكشف على عيال خالص انت بس حاجه اسمها شادو يعني دكتور يعني الظل بتاعه يعني هو في دكتور هو بيشرف وبيتكلم وبيسال عليه وانت وراه بس مشاهده انت ممكن طبعا تسال الدكتور انت عملت كده ليه كشفت ليه طلبت التحاليل ده ليه معرفش ايه بس يعني بس انت ما ينفعش تسال عن ده طبعا هل الويب بتاعها القوه بتاعتها زي اللي تبقى كده ان اكيد في فرق ان انا شفت حد بيتكلم على عيال انا اختبرته كاس سيتي وايز واختبرته كان هو بروفيشنال وايز وكل الحاجات دي اختبرته ان هو كويس بيعرف يتكلم ولا مش بيتكلم غير ان هو حد عامل لي كده وبيسمعني يعني تمام فاكيد الويب بتاعها اقل شويه بس طبعا اتليست في ناس كتير بتعملها ما بتعرفش تعمل الكتب يعني فهي على الاقل كويسه يعني يعني كويسه مش وحشه السيرشيب دي زي الكتب بس لازم تتخرج بس الفرق منهم الوحيد حاجه واحده بس تدفع فلوس بقى يعني انت هو فكره الكتب دي هي معقوله للناس اللي هي ايه ان انا اللي انت لسه طالب فانا مش هدفع فلوس للجامعه بس دي لا دي بتدفع فلوس الجامعه فلوس كتير يعني فطبعا معظم الناس يعني ما بتعملهاش حتى
الناس اللي هو معاها فلوس ما بتعملهاش يعني اوفر يعني فانا اعمل اوبزرفر شيب مش هدفع فلوس احسن من كده. ده كده البيست كلينيكال اكسبيرينس. فاحنا كده خلصنا الريسك جستيفيكيشن انت خدت الشهاده وبعد كده عملت اللي هو ايه الكلينيكال اكسبيرينس. انا بتكلم بالقوه ان انت اهم حاجه طبعا كده كده ده البيزك ان انت تعملي المعادله الامتحانات. وتاني حاجه دي تاني اهم حاجه في الحاجات السي في بعد كده الريسيرش اكسبيرينس. تمام الريسيرش اكسبيرينس دي غالبا معناها بابليكيشن. عارفين بابليكيشن يعني ايه؟ عارفين نفسي تطلعوا حاجه عارفين؟ انا عارف الناس دي عارفه اكيد. ماشي الريسيرش دي معناها بحث منشور. انا منشور في مجال في الكليه لا، منشور في مصر لا، منشور في مجال معترف فيه اللي هي باب ميست. الحاجات دي كلها بنقول اندكس يعني مجال ده معروفه على مستوى العالم ليها ريفيو يعني انا بنشر فيها مش حتى حتى بنشر فيها لا بيبقى في حد بيقرا الكلام بتاعي يشوف الاستاتستيك بتاعتي صح ولا غلط. هل انا مزور الكلام؟ هل انا كاتب غلط؟ هل انا سالي الكلام ولا لا؟ يعني لو انت سالك ان انت تقفل الموضوع ازاي عندنا في مصر ان انت ايه تلاقي عندنا مش عارف في العتبه في حاجه اسمها رساله دكتوراه تروح تشتري سؤال والله بهزر بهزر بتكلم في حاجه اسمها رساله دكتوراه تشتري رساله دكتوراه مثلا في البطنه حد خلصها سريعها من اي مكان واداهم هو ب 10%. فانت ممكن تعمل شهاده دكتوراه في مصر ب 10%. فالبابليكيشن دي طبعا فهل لو حد مثلا اشمعنى انت خدت كورسات في مصر انت كده قال لك ايه ريسيرش اكسبيرينس انت هتكتبيها انا خدت كورسات واعرف اعمل مش عارف كذا وبعرف اعمل كذا وبتاع بس الريت بتاعها لا هو الفكره ان انت عملت بابليكيشن شرط ولا لا. تمام طيب لسه انت ما شرطيش وانت عايز تعملي ريسيرش. فانت في ناس بتروح امريكا تعمل يعني تعمل ريسيرش هناك تشتغل كريسيرش هناك. تمام فالريسيرش في امريكا طبعا الاحسن تعمل لو انت عايز امريكا ليه امريكا احسن اكيد طبعا من اي بلد تانية. فطبعا في انواع مختلفه من الريسيرش هناك في حاجه اسمها بوست دوك في ريسيرش اسيستنت دول بين البيك تو يعني وفي البيتش دي بس البيتش دي اللي هو دكتوراه يعني دي غالبا مش هيعملها حد مهتم قوي في فكره الكلينيكال يعني هو عندهم يعني عندهم طريقين هناك يا اما انت عايز تشتغل كلينيكال فهتمشي في طريق النيابه اللي احنا بنتكلم عنه ده يا اما طريق الريسيرش فغالبا بتمشي في طريق البيتش دي اللي هي دكتوراه. هناك مفيش حاجه اسمها دكتوراه وماستر في كلينيكال يعني مفيش حاجه اسمها عامل دكتوراه في البطن مفيش حاجه اسمها كده هناك اصلا. وفي مصر هيتلغى الحمد لله الموضوع ده يعني هو حاجه اصلا غريبه يعني ومفيش حاجه اسمها دكتوراه في كذا الحاجات دي اكاديميك ديجري او ريسيرش ديجري. فالبي اتش دي يعني هو اللي اما بيزك زي ما قلت لكم كده اللي هو ريسيرش هناك في امريكا يا اما حاجه اسمها بوست دوك حاجه اسمها ريسيرش سيستم او اسوشيت قصدي دول الاثنين اللي احنا غالبا اي حد عايز في التراك الكلينيكال بيمشي فيهم. تمام طبعا هل انت هتاخد فلوس ولا لا؟ على حسب لو انت عامله ابلكيشن او انت يعني ليكي نشره فغالبا هيدوكوا فلوس. يعني هتبقى فلوس وفلوس تبقى كويسه جدا يعني في من 2000 ل 4000 دولار في الشهر. ففيها فلوس كويسه فلوس كويسه يعني. و ازاي تاخد البيتشن دي؟ بص دي حاجه فارقه بالقوي بصراحه يعني ممكن يبقى في حد سيت اب كويس بس هو مش هيدوله لان هي بتعتمد على البروجرام نفسه هناك الفند يعني اي حد بيعمل ريسيرش مش الجامعه اللي بتدفع لا في حاجه اسمها الان اي اتش دي بس راح ريسيرش في امريكا كله فهي بتدفع للناس هناك فسيب مثلا الجامعه يعني هم حسوا مثلا انا بقدم بروتوكول للريسيرش بتاعي انا هكتشف مثلا الدواء الجديد فهم هيشوفوا هل البروتوكول ده هيحقق النتائج اللي انا محتاجها ولا لا. تمام فلو حس ان هو مفيد وان هو كويس هيدوك فلوس غير لما يكون في حد مقدم لهم بروتوكول تعبان فدي فكره البروتوكول قوي التيم بتاعك واخد فاضي كويس فانت هيروح تاخد فلوس كويس ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انت عندك اكسبيرينس ولا لا مش شرط اكسبيرينس تبقى ليك ان انت نشرت بس لو انت بتعرف تعمل انت هتشتغل مثلا في لاب مثلا وبتعرف تعمل اللي هو البي سي ار والحاجات دي كلها وكيف هيديك فلوس غالبا تمام. طيب اعمل بيزك ولا كلينيكال؟ طبعا انتوا مش عارفين فرق البيزك كلينيكال دي معروفه انتوا عارفين طبعا البيزك دي معناها تعمل لي شو في لاب معنى اللي هو مثلا على انيمالز بقى على ستيم سيلز على الحاجات دي كلها وبتشوف بقى التجارب والكلام ده كلينيكال لا اللي هو بتعمل على عيانين يعني اللي هو مثلا جامعه كتير بقى سواء كروس سيكشنال الناس اللي فوق الكوميونتي هيبقوا فاهمين الكلام ده يعني مثلا بتلاقي داتا من عيانين مثلا بتشوف كم حد مثلا جاله مش عارف بانيك اتاك بعد العمليه كذا وهكذا وبتعمل كده فمين لو انت عايز كلينيكال فاحسن خليك في الكلينيكال لان الكلينيكال ده المده بتاعته بتطلع بريستش او ابلكيشن اسهل لان هو غالبا بيبقى اسرع بكتير غير لما تعمل ده بروبه على اخبار وبعد كده مش عارف تعمليه على ايه بياخد سنين. الريسيرش فينا طبعا مش كل اللي بتعمله هناك في امريكا بصراحه يعني هو كقوه في السي في مش قوي الا بقى لو انت عايز اجراحات لو انت اجراحات فالريسيرش ليه قوته بقى. الليست اوف كلينيكال اكتيفيتيز طبعا ايه؟ الكلينيكال اكتيفيتيز طبعا دي يعني ايه؟ كم حد عارف الكلمه دي؟ الله ينور الدنيا يا جماعه.
طيب طبعا انتوا في ناس ايه هقول لكم الكسر دي معناها زي الناس اللي هنا بتنصب ريبوت ده زي انا مثلا في مفاوضه اللي هو بتعمل حاجه مالهاش علاقه بالكوريكولم اللي هو المنهج بتاعي مش اللي هو مثلا خدت كورس كذا لا اللي هو انا ببقى مثلا برسم اي حاجه فاهمه اللي انا مثلا بنظم البيتات زي هنا ان انا مثلا شامع رساله في مواقع طبيه دي كلها اكسترا كوريكولم حتى لو حاجات مش شرط تبقى كلها تنشاط طبي خالص حتى لو حاجات مثلا رياضيه حتى لو انت شغاله في فريق بتعمل اي حاجه مع كاي رانرز مثلا مع كفر الشيخ رانرز مثلا دي كلها دي حاجه هناك بالنسبه لهم يعني مهم. طبعا في ناس بالنسبه لهم اللي هو لا طبعا احنا او في مصر احنا متربيين على فكره الحاجات دي كلها مالهاش اي ستين لازمه مستقبلنا وذاكرتنا ده اهم حاجه فطبعا هم هناك ما عندوش كده هو هناك ما عندوش مفيش حد هناك ما عندوش هوايه غالبا يعني في ناس عندها شويه بس غالبا عنده هوايه ومفيش حد هناك ما يعني ما بيعملش حاجه للكوميونتي يعني بيقول لك حتى مثلا البيزك مثلا ممكن في مثلا الناس اللي ساكنه كومباوند مثلا ساكنين قدام بعض ممكن يبقى في يوم مثلا هم بيعملوا اكتيفيتي مع بعض فدي تعتبر اكسترا كوريكولر اللي هو مثلا بينظفوا المكان بيعملوا حفله مع بعض فهم عندهم دي حاجه مهمه فكره ان انت حد جاي مثلا سكورات عاليه جدا ورايحانهم بس كده وعمرك ما عملت اي نشاط في حياتك ولا اي حاجه هيقول لك ازاي؟ هيقول لك لا ما ممكن يبقى في حد عامل زيك نفس سكوراتي وعامل اكسترا كوريكولر كان بينظم ايفنتات وبتاع بالنسبه لي ده شخص احسن لان هو عارف يوظف بين حاجتين وعارف يعمل كذا حاجه بلس ان هم هناك عايزين حد يعرف يتعامل مع الاقل مش عايزين حد اللي هو ايه هيتكسف مش عارف يتكلم تمام؟ فمهم فلو انا بنصح الناس اللي هم لسه صغيرين او الناس الكبيره ان هم يهتموا بالموضوع ده حتى لو حاجه بيزك جدا حتى لو حاجه مجرد انت بتروح فيها يوم مثلا في السنه بس فكره ان انت تاخد اكسبيرينس بتفرق جدا يعني وهنقول الاهميه بتاعتها في الانترفيو يعني بتفرق ازاي؟ سنه التخرج تمام؟ دي حاجه بتفرق برضه في التقديم هناك هي بعد امتياز وبعد سنه سته عشان انا مثلا دفعتي اسمها 2011 2017 بس انا اكشن مخلص امتحانات شهر 1 2018 فانا اصلا مخلص بعد الير جراديشن 2017 وهخلص امتياز 2019 فانا يبقى اسمي 2017 2019 لا 2019 تمام يعني تحس بعد سنه الامتياز عشان عندنا دي سنه مدد تمام فلازم ناخد الشهاده لازم تكون خلصت الامتياز فهي بتحسب بعد الامتياز طيب امتى هتستمر فريش جراديويت ويبقى اسمك اولد جراديويت فريش جراديويت انت متخرج ليه خمس سنين انا مثلا معايا 20 21 23 24 25 مثلا او 24 لحد الخمس سنين دول ما دام انا لسه ما عديتش خمس سنين على تخرجي فانا فريش جراديويت لو انا عديت الخمسه واعتبر بقى خمسه لحد فين فهتبقى اولد جراديويت بالنسبه لي هل بتفرق؟ طبعا بتفرق جدا في تخافي اصلا اماكن كتير بتبقى حاطه كده فلتر ان انا مش عايز حد متخرج اكتر من خمس سنين فالحمد لله انتوا كلكم صغيرين طبعا في ناس متخرجه وبتقبل عادي جدا بس الفكره مش بتشوفها على البيزك يعني لو انت لو انت متخرجه وانت لسه موازين الخمس سنين فدي احسن بالنسبه لهم لان امريكا مش عايزه حد متعلم يعني مثلا بريطانيا هو في حد هيطلع بريطانيا بس هناك بريطانيا مثلا لا هم محتاجين حد يشتغل يعني عشان كده مثلا هم بيحبوا جدا فكره ان حد يتعلم من مصر وبتاع ومش عارف نيابه في مصر ولا ليه ما اعرفش فين اللي هم محتاجين حد يشتغل هناك مش فكره حد علمه قوي طبعا في تريننج سيستم مش قصدي حاجه بس بتكلم ان كل الدول دي غالبا محتاجه حد يكون بيشتغل امريكا هي محتاجه حد يتعلمه فهو ما عندوش مشكله هو نفسه اصلا يعني احسن حاجه بالنسبه لهم لو حد متخرج انا اتخرجت السنه دي ورحت اشتغلت انا بيرفكت يعني لو انا مثلا حد تاني واخد نيابه انا احسن بالنسبه لهم لان هو ما يعرفش انت خدت نيابه شفهيه في مصر او في بريطانيا او تبقى الامريكان حاجه اسمها شورت سايكلت يعني هم ما بيعرفوش بره حدود امريكا على فكره امريكا مش مثقفين قوي زي ما الناس فاكره خالص هو الامريكان بيعرف كل حاجه في امريكا بره امريكا ممكن ما يعرفوش حاجه يعني انت ممكن تلاقي حد في امريكا يقول لك انت ساكنه في الهرم ولا لا بتركبي جامعه ولا لا عادي جدا ممكن مابقاش عارف بريطانيا اصلا فيها ايه ممكن مابقاش عارف الحاجات اللي بريطانيا فالامريكان بالنسبه لهم غالبا كله ذا سيم يعني انت بره امريكا فانت ذا سيم جاي من مصر جاي من باكستان هو ما يعرفش حاجه عنك فهو عايز حد يعني هو الامريكان نفسهم مش معترفين بسيستم بريطاني ولا الالماني ولا اي حاجه فهو بالنسبه لهم انا مش عايز حد يتعلم اصلا انا هعلمه بالسيستم بتاعي فطبعا لو كل ما رحت بدري كل ما كان احسن بيرسر ستيتمنت دي معناها ان طبعا دي حاجه مش موجوده عندنا خالص ودي معناها ان انت بتكتبي عن نفسك فيما او يعني فيما يعني تكتبي عن نفسك في حاجه تقول لهم شغفك للتخصص او ان انا مثلا ليه عايز اشتغل في امريكا ليه عايز اخد تخصص ده فهو غالبا بيبقوا ايه بتعمل حاجه بيرسونال على الموضوع يعني مثلا انت حد مثلا عايز كارديولوجي قوي وبتاع فانت هتقولي اصل وانا صغير مثلا اقول لكم الزام ده حقيقي ده الحاجات تتكتب يعني ان مش عارف انا صغيره ما اعرفش كان في مثلا زي حد من قرايبي وتكبر حد ده مين يعني مش عارف كان عنده المرض ده وبعدين كان عنده مثلا مرض مشكله في القلب وبعدين تعب وبعدين ما اعرفش ايه وفضل وات ايفر هو عايش او ميت وات ايفر يعني
وما اعرفش ايه، فالموضوع اثر فيا من يومها. فانا نفسي جدا ان اخد الموضوع ده وحب الموضوع ده، حاجه بالنسبه لك اوكي يعني. هو انت جبت حاجه بيرسونال وحطيتيها في التخصص، ونفس الفكره ممكن تقولي نفس الحاجه على امريكا يعني، تمام؟ اللي هو مثلا لو كنت مثلا تروح مثلا بشوف امريكا مثلا كذا وبتاع، طبعا طبعا المصريين يعني هو المصريين ده يعني لو يجوا يتكلموا بيبقى ايه زي الليفل كده، لما كانت تساله انت عايز ايه، فاهمه؟ فهو الفكره كده فعلا، احنا مش متعودين نتكلم عن الاكسل اصلا خالص. والحاجه الثانيه ان احنا لما معظم الناس بتعمل ايه، بتخش على جوجل وتكتب مثلا مش عارف عايز تكتب بيرسونال ستيتمنت فور كارديولوجي، عارف شو بيلاقوا اسطنبول. فهو المشكله في ايه؟ ان هم هناك لما بياخد الليتر او البتاع بتاعك دي بيحطها ما عندهم سيستم يعني، بيحطها في جوجل. فلو لقي ان دي ما لقيتش حاجه بتفهم يعني، فاهم بتبان. فلا احسن انت بتجدها بنفسك يعني، كل ما كتبتها بنفسك كل ما كتبتها بنفسك كل ما كتبتها بناخد من بعض يعني. هتلاقي مثلا اللي مقدمين على النيابه كلهم مثلا 10 كلهم قاعدين بتاخد كيلو بتزيد بتمشي يعني. فطبعا بتفرق وبتفرق يعني، بيحسوا ان انت كويت يعني لو انت عارف كرانس كويس. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على حاجات انت بتجهزها، زي ما قلت لك ممكن تشتغل في امريكا اول حاجه بس اللي هو انت خدت ايه الشهاده، انت عملت البتاع بس عشان تشتغل وليك فرصه احسن تحاول تعمليه اتليست حاجه من كلينيكال اكسبيرينس، سواء تبقى اوبزرفر شيب او ليكتيف او تبقى، تمام؟ وطبعا الحاجات الاكسترا فلتر حاول تعملي اي حاجه او تعمل اي حاجه ليها علاقه باي حاجه، هم اللي انت حاجه غير طب خالص يعني، بس انت دي اكسبيرينس. طيب خلاص انا خلصت الحاجات دي كلها وتبقى انا عملت ايه فيها، انا عملت بس اول حاجه، عملت الثانيه والثالثه، وعملت ريسيرش نوع فظيع، عملت كل حاجه مثلا لو تبقى انت عملت ايه. فخلاص انا وصلت في اللحظه انا هعمل ايه بقى؟ يعني انا هشتغل حد وازاي الشغل اللي انا كده؟ في حاجه اسمها ايراس، تمام؟ دي الحاجه اللي هو حاجه تبع وزاره الصحه اللي بيقدم كل الناس بتقدم عليها يعني، لما كان نفسهم غير لما كان بيقدم كلهم، زي مثلا زي تاسيس الثانويه العامه، زي تنسيق النيابات، بس مش يعني فاتح لمصر لامريكا كلها، اي حد مش امريكان بس كل العالم. انت بيفتح ده حاجه كده اللي هو سيستم يعني على يعني زي ابلكيشن، تمام؟ بتخش هو بيبقى عامه بيبقى كده اسئله وانت بتمليها بتفل البلانك دي خلاص. فكل الناس كل اللي بيقدم بيانات ليه نفس شكل السي في يعني، كلهم مثلا مكتوب في الاول كذا بيرسونال بيرسونال انفو مثلا مش عارف، بعد كده مثلا الكلينيكال اكسبيرينس. لا هو انت بتكتب بس مش بتكتب السي في بتاعك يعني، فانت هو خلاك انت بتكتب ليه، تمام؟ والابلكيشن مش بتاعك. طيب امتى بقى بيفتح يعني مثلا خلاص خلصت، امتى بقى ممكن ابدا ان انا اقدم؟ فهو بيبدا مثلا هو بيبدا في جولاي شهر 7، تمام؟ وبعد كده في ميد سبتمبر، تمام؟ بيقول لك ان انت ممكن تعملي راكتنج ليست، تمام؟ وبعد كده بيقفل في نص ميد سبتمبر، وبعد كده بيقول لك النتيجه سوري بيفتح في 7، تمام؟ او 6، وبعد كده بيقفل في 9، وبعدين في شهر جولاي بيقول لك تعملي راكتنج ليست، يعني انت بعد عملتي انترفيوز، تمام؟ وجالي كذا مكان، فانت بيقول لك رانكيهم يعني قولي انت عايز ايه من الاول، تمام؟ وبعد كده في شهر مارش شهر 3 بيقول لك النتيجه، تبدأ شغل في شهر 7 اللي بعده. يعني تبدأي 6 وتفتح 6 هتفضل ليك حق تقدمي في المده عادي اللي انت عايزها لحد شهر 9. بعد كده بيفرق عليك لو انت عندك كلمه زي مش هتعرف تنطق فيها. بعد كده بقى كل دايركت بعد ما انت بتملى الابلكيشن بتاعك السي في بتاعك اللي انت كتبتيه، انت بقى بيتفتح لك كل البروجرامز اللي في امريكا. انت مثلا عايز تقدمي على البطل فانت بتكتبي بطل فبيجي لك كل الاماكن اللي في امريكا، بس هي مثلا هم 7000 متاح اكيد مش هنقدم على 7000 متاح، مش عشان خاطر حاجه عشان هو فلوس يعني، فاكيد مش هنقدم على 7000 مكان. فانت غالبا بتقدم لناس غالبا يعني بيقدموا 100 150 بتقدم مثلا بمجرد بس ان انت بتدوسي يعني بتدوسي كليك ان انت تبعت له السي في بتاعك. بعد كده هو الناس اللي بيجي لها انا كبروجرام هناك الدنيا ماشيه كده يعني، ايه مثلا مثلا يونيفرستي اوف مثلا تكساس مثلا فيها في البعض مثلا بروجرامز، تمام؟ فانا مثلا كبروجرام مثلا رقم واحد مثلا جالي مثلا 2000 قبل 2000 واحد بعتوا لي ان هم عايزين يشتغلوا عندي، فانا هختار يعني فايد الفكره. فانا بيعملوا ايه بقى؟ هم مش هيعملوا انترفيو ل 2000 واحد، لو هم مثلا هيختاروا يشتغلوا معاهم 20 واحد فهم هيعملوا انترفيو ل 200 يعني، اضرب رقم في 10 عايزين 30 هيعملوا انترفيو ل 300، عايزين 50 هيعملوا 500. فليت سي مثلا ان هم عايزين مثلا 200 هيعملوا قصدي انترفيو ل 200 يعني هم عايزين شهر بس في 2000. انا على اساس ايه بقى اختار من 2000 اللي بعتبرهم؟ فبيبقى في حد اسمه كوردينيتور البروجرام، كوردينيتور دي واحده مش طب اصلا غالبا، تمام؟ وانا ممكن اقول بس معلش طريق بقى وسفر كده مش وبعد ممكن نشوفه
طيب هم سبعين تمام كده؟ سبعين صح؟ فهو مثلا جرب 2000 في الكوردينيتور دي وظيفتها اصلا ان هي ال 2000 دول تختار منهم ال 200 بتختار على اساس ايه؟ بتختار على اساس منهم ايه؟ على اساس ان هو هو بس ممكن تفرق خالص سطور بيختاروا ازاي بقى؟ بيختاروا ان هو بيختاروا بيبقى في حاجه اسمها فلتر بيبقى على الكمبيوتر وسيب مثلا مقدم مثلا على المكان ده مثلا 200 قصدي مثلا 2000 هم اختاروا 200 بس فبيحطوا فلترز اول فلتر مثلا غالبا ستيب 1 يعني اللي جايب مثلا في ستيب 1 اقل من 200 وكذا 140 مثلا ده مش عاوزين فسيب مثلا 2000 بيبقى 1500 بيحطوا فلتر ثاني اللي هو مثلا ستيب 2 والسكي برضه اللي جايب مش عارف اقل من كذا فبيقل شويه في اوبشن ثاني هو مثلا ايه اللي في جرادويشن دي بتفرق طبعا دي من حاجات الفلترز المهمه بالنسبه لهم اللي بيتخرج اكتر من 5 سنين ممكن يطيروه وهكذا لحد ما يوصلوا لرقم قريب تمام بعد كده الرقم ده بيبعتوا انفيتيشن للناس دي احنا هنعمل لك انترفيو في الفتره دي اختار المعاد فمثلا بعتوا لك انترفيو الناس عارف الفتره دي تروح الانترفيو هنتكلم على موضوع الانترفيو ده بس هل مثلا طب سي ان انا مثلا حد جاب سكور اقل من 240 اقل من السكور بتاع المعاد تمام او اقل من الفلتر بتاعهم هل انا ليا ممكن اعمل اوبشن ان انا اعرف يتحط في الانترفيو اجل عن طريق حاجه اسمها كونكشن تمام ممكن تقول حاجه اتكلم بسرعه عشان هم قالوا لي الوقت فاضل 20 دقيقه بس المهم ان انت بتروح الانترفيو ودي ستاب بتشوف انت لسه يعني اتكلم بسرعه شويه خلاص تمام بعد كده انت بتخط ثانيه فانت بعد ما تعمل انترفيو انت في الانترفيو دي هو الفكره ان هو يعني اللي